المطلوب منا الآن أن نقوم بتمثيل f x تساوي لوغاريتم 2 x. سأستخدم الآلة الحاسبة هنا حتى أجد جدول القيم لقيم x المختلفة كم يساوي f x، ثم سأرسم التمثيل البياني يدويا حيث لن يكون متقنا جدا لأنني سأستخدم آلة حاسبة للتمثيل البياني حتى أحصل على القيم، لكني لن أستخدم اقتران التمثيل البياني حتى أرسمه، بل سأفعل ذلك يدويا. إذن دعونا نرسم جدول القيم هنا يحتوي على قيم y وقيم x، ونرى على ماذا سنحصل. هذه قيم x، ودعونا نفترض أن y تساوي f x. مهما كانت قيمة الناتج فأنا سأجعله مساويا للمتغير التابع وأعينه على المحور العمودي، ونحن نسمي المتغير التابع ب y. إذن دعونا نجرب أعدادا صغيرة. في الواقع دعونا نذكر أنفسنا أولا بما هو المجال، ما هي مجموعة المدخلات الصالحة لـ x والتي يمكن أن نضعها هنا. اللوغاريتم الطبيعي عبارة عن لوغاريتم الأساس e، وأي لوغاريتم يعرف فقط عندما ندخل قيمة فيه. في هذه الحالة 2x أكبر من صفر، لا يمكننا أن نأخذ لوغاريتم الصفر، يمكننا أن نرفع عدد ما لقوة سالبة، القوة السالب بليون مثلا، وهذا يكون قريبا جدا من الصفر، لكن لا يمكن أن يكون الناتج صفر بالضبط. إذا أخذت الأساس الموجب بالتالي لا يوجد قوة يمكن أن ترفعها حتى تحصل على صفر أو حتى تحصل على عدد سالب. إذن 2x هنا يعتبر المدخل في اقتران اللوغاريتم. في هذه الحالة اقتران اللوغاريتم الطبيعي يجب أن يكون أكبر من صفر، وإذا كان أكبر من صفر نقسم كلا الطرفين على 2، هذا يعني أن x أكبر من صفر، وهذا هو قيد المجال لدينا. المجال عبارة عن جميع الأعداد الحقيقية التي تكون أكبر من صفر. إذن لنجرب عددا قريبا من الصفر حتى نرى ماذا يحدث، فكلما اقتربنا سنكون أكثر قربا من الصفر. هنا المدخل سيكون أقل من واحد، لنجرب إذن واحد بالعشرة وخمسة بالعشرة. دعونا نجرب واحد وكذلك الخمسة. لا أريد الإسراع لأنني أريدكم أن تكونوا قادرين على رؤية الحل هنا. دعونا نجرب 1.5 بالعشرة ونجرب الثلاثة، تلك ستكون مدخلاتنا التي سنجربهم. يبدو هذا جيدا بما فيه الكفاية، ثم دعوني أرسم المحاور ومن ثم سنعين النقاط. المجال لدينا هو جميع قيم x الموجبة، ولا يتوجب علينا أن نحدد الكثير على قيم x السالبة، لكن سنضع بعض القيم السالبة هنا. دعوني أصنع بعض المساحة لعمل هذا. قيم x تمتد حتى 3، إذن هذا 1 2 3، هذا 5 بالعشرة وواحد وخمسة بالعشرة واثنين وخمسة بالعشرة، لكننا لن نستخدمها. ثم دعونا نرى كم ستساوي قيم f x أو y. نستخرج الآلة الحاسبة. إذا أخذنا اللوغاريتم الطبيعي تذكروا أنه علينا أن نأخذ 2 ضرب x ثم نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لذلك. فإذا أخذنا لوغاريتم 2 ضرب 1 بالعشرة وهذا يساوي 2 بالعشرة، على ماذا سنحصل؟ نحصل على سالب 1.61%. ثم إذا أدخلنا 5 بالعشرة على ماذا سنحصل؟ دعوني أستعيد الآلة الحاسبة. إذن سنأخذ لوغاريتم 2 ضرب 5 بالعشرة. يمكننا حساب ذلك ذهنيا، في الواقع سأكتب بطريقة توضح ما أقوم به. 2 ضرب 5 بالعشرة ذلك اللوغاريتم الطبيعي للواحد، يجب أن نكون قادرين على فعل ذلك ذهنيا. ما هي القوة التي يجب أن أرفعها لأي أساس موجب حتى أحصل على واحد؟ حسنا، نرفع إيه للقوة صفر ونحصل على واحد. سأكتب هذا هنا، يجب أن نكون قادرين على فعل هذا ذهنيا.
حسنا، الآن دعونا نحل التالية. ماذا يحدث عندما يكون لدينا اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب واحد، أي اثنين بكل وضوح؟ اللوغاريتم الطبيعي لاثنين يقودنا إلى 69%، وهذا منطقي لأنه أقل من واحد، حيث أن اثنين أقل من إي، وإي تساوي 72%، إذن هو 69%. الآن دعونا نجرب اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب واحد ونصف، أي اللوغاريتم الطبيعي لثلاثة. هذا يعطينا 1.9%. سأقربه لأقرب 100 فيصبح 1.1. أخيرا لدينا اللوغاريتم الطبيعي لاثنين ضرب ثلاثة، على ماذا أحصل؟ هذا سيكون اللوغاريتم الطبيعي لستة، وهو 1.79%. هذا يساوي، سأختار لون جديد، هذا يساوي 1.79%. وتبعا للمحاور ستكون أقل نقطة هي -1.61%، وأعلى نقطة هي 1.79%. دعونا نسمي هذه -1، ثم تحتها ستكون -2. سأعمل على مد محور واي للأسفل قليلا، هذا محور اكس وهذا محور واي تساوي اف الاكس، ثم دعونا نسمي هذه -1 وهذه -2. هذه ستكون في المنتصف بينهما، حيث يبدو أنه يجب علينا أن نكون قادرين على تمييز ذلك. لذلك هذه هي النقطة الأولى، وهي 1/10 مع -1.61%، و1/10 تساوي 1/10، إنها تقع هنا. ثم لدينا -1.61%، وتقع هنا. تلك هي النقطة 1/10 مع -1.61%. هذه هي النقطة الأولى وتقع هنا. الآن دعونا نعين هذه 5/10 مع 0. عندما x تساوي 5/10 فإن y تساوي 0، تلك هي النقطة 5/10 مع 0. عندما x تساوي 1 فإن y تساوي 69%، حيث أن موقعها ربما يكون هنا. نقوم بتقريبه، تكون قريبة من 1 نوعا ما وقريبة من 5/10، إنها أقرب إلى 5/10 أكثر من 1، إذن دعوني أضعها هنا. هذه ستكون 1/69%. ثم لدينا النقطة x تساوي 1.5 و f x تساوي 1.10%، ستأخذنا إلى هنا. x تساوي 1.5 و f x تساوي 1.10%، إذن تلك هي النقطة، وأعتقد أنكم ترون إلى أين يبدو هذا المنحنى، 1.5 مع 1.10%. وأخيرا تلك كانت النقطة، سأفعل النقطة الأخيرة باللون الأصفر. عندما x تساوي 3 فإن y تساوي 1.79%، قريبة بعض الشيء من 2، أكثر من 1.5 ستكون هنا. سيكون الإحداثي 3 مع 1.79%. والآن يمكننا أن نصل النقاط، وسأفعل ذلك باللون الأبيض. وكلما حصلنا على قيم x التي تكون قريبة من 0، فالتمثيل البياني للاقتران سيكون سالبا أكثر.
سيقترب أكثر من محور واي دون ملامسته، إذن سيكون أقل قربا من محور واي ومنفصلا عنه وسينحني هكذا، سينحني بهذا الشكل وسيستمر بالنزول لأسفل هكذا. وما يحدث هنا رائع جدا، كلما قلت قيمة x أكثر الاقتران سيصبح أكثر، كلما اقتربت x من صفر سيكون سالبا لا نهائيا، لكن x لا يمكن أن تكون صفر، لا توجد قوة يمكن أن نرفع E لها أو أي أساس موجب، فيكون الناتج صفر. يمكنك أن ترفعه لقوة عدد سالب كبيرة جدا، مثل أن ترفع E للقوة سالب بليون، وستحصل على عدد قريب جدا من الصفر لأنه يعادل 1 على E للقوة بليون. هذا العدد قريب جدا من الصفر لكن لا يمكن أن يكون صفر بالضبط. يمكنك أن تجعل هذا العدد سالبا أكثر وسيكون ناتجه عدد صغير جدا لكنك لن تحصل على صفر. إذا لا يمكننا الحصول على لوغاريتم الصفر بل نقترب منه. لقد انتهينا، هذا هو التمثيل البياني للوغاريتم الطبيعي لـ2x ولديه شكل نموذجي لأنه مجرد لوغاريتم.